بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اليوم الأحد 15 من منتصف شهر ذي القعدة 1444 للهجرة، الرابع من شهر يونيو 2023. وفي فقه المعاملات يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ما يتعلق بمعاملة الإنسان أيضا مع ما يملك غيره. فما مر معنا سابقا من العقود ما كان بين متعاقدين معروفين، الأول والثاني وجها لوجه، والباب الأخير في الجعالة ما كان من معين وغير معين. اليوم نأخذ اللقطة أو اللقطة. اللقطة لغة هي الشيء المأخوذ من الأرض، يعني من وجد شيئا ملقى في الأرض يسمى لقطة. في الشرع هو المال الضائع عن صاحبه، أي مال له قيمة ضائع عن صاحبه. كيف يعني مال ضائع عن صاحبه؟ يعني الآن من في عرفنا الآن، من دخل مثلا مكتبة ووجد جوال على مكتب، ألا يعلم أن هذا الجوال له صاحب، له مالك؟ فما حكم التقاطه أو أخذه أو تملكه لهذا الجوال الذي يراه مثلا على الطاولة؟ اللقطة شرعا هي المال الضائع عن صاحبه، يأتي من يلتقطه، يعني غير صاحبه يلتقطه، هذه تسمى اللقطة، وهي التي يعني في لقائنا اليوم. ما حكمها؟ لا يجوز التقاطها إلا لمن سيعرفها، يعني من سيخبر الناس ويعلن أنه وجد هذا الجوال بالمواصفات الفلانية، فمن يملكه فليأتي. وطبعا عندما يأتي ما يسلمه له حتى يتأكد أنه صاحبه، إما بفتحه إما بمطابقة اسمه، يعني في دلائل. يعني فيما مضى كانت فكرة النقود توضع في مثل الصرة، فجاءت الشريعة بأن تعرف وكاءها، يعني كيف مغلقة، ونفس الجلد وما لونه، إن فتحته يعني ما فيه من ذهب أو من فضة، كم عدد الدنانير، كم عدد الفضة، وهكذا. فلا يجوز التقاطها، حكم التقاط اللقطة لا يجوز إلا لمن سيعرفها، يعني الشخص الذي وجد هذه اللقطة لا يجوز له أن يأخذها إن كانت مالا لغيره. مش وأنت ماشي مثلا وجدت عصا، يعني جذع، يعني أو غصن من شجرة، إذا لا يملك أحد، طار مع الهواء، هذا ليس له صاحب. لكن إذا تأكدت أن لها صاحب كفر، وأنت ماشي وجدت إطار سيارة، هذه لابد لها صاحب، فلا يجوز لك أن تأخذها. أي مال لغيرك لا يجوز له لك أن تأخذه، إلا إذا ستتحمل أنك تعرفه وتبحث عن صاحبه، تتكلف. ما دام تريد أن تتكلف وتدخل في هذا الشيء، ما الدليل؟ فعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل صحابي ولا تابعي؟ صحابي، فلا يضرنا معرفته. المهم هو السائل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله عن اللقطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها. ما المقصود بعفاصها؟ هنا التفصيل: عفاصها، العفاص من الخشب أو الجلد أو القماش، أي الغطاء الذي يكون على فم الوعاء، مثل هذا الآن الماء، هذا الغطاء، يعني الذي يغطى به، سواء كان بطريقة الإدخال. طبعا الآن التطور جاب فكرة إيش؟ هذا البرم، أو لكن فيما مضى كان بطريقة أنك تضع الخشب مثلا أو الجلد، ثم تلف بخيط أو تلف بماذا، باب التضييق، هذه العفاص. اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، يعني لا بد لك أن تعرفها وتسأل عن صاحبها ومن يملكها لمدة سنة.
فإن جاء صاحبها يأخذها ولا لك شيء، وإلا فشأنك بها، أي يجوز لك أن تتصرف بها مع إيش؟ انتبهوا، مع ضمانها. كيف ضمانها؟ يعني حتى لو جاء بعد سنتين، جاء شخص وقال أنت كنت معلن عن جوال صفته كذا وكذا قبل سنتين، فأنت قلت له نعم، طيب وينه؟ أنا صاحبه، بعته تضمن ماله. أي نعم، يعني هو ماله مهما كان ماله. طيب، ولو 5 ولو 10، هو لك الحق أنك إيش؟ أي أنك أنت ما دام قبضت ولا تفرح، ما دام مال غيرك تريد تأخذه خذه، لكن واجب عليك شرعا أن تعرفه سنة. بعد السنة ما جاء صاحبه يجوز لك أن إيش؟ تتصرف فيه بضمان ما إذا جاء صاحبه أن ترده. كل شيء سيأتي. وإلا فشأنك بها، قال فضالة الغنم. طبعا هذا ما كان يهمهم، احنا عندنا المال مثل ما زعل الشيخ، لكن فيما مضى كان أهم شيء عندهم ليش؟ الحيوانات هي اللي تضيع، المال مين عنده مال مسكين؟ أصلا المال هذا يعتبر غني، كون أنه أصبح صار عنده من الذهب، مثله في وقتنا الحاضر لو قلت لك من يملك منا سبيك الذهب؟ يعني من 20 شخص مثلا يمكن واحد مثلا، قد لا يوجد. ليش؟ لأنه معروف السبيك لن يأخذها إلا الغني، وهي مال متقوم. طيب، ففيما مضى كانت فكرة أنك تملك مال ويكون عندك من الدنانير والورق وهذه، إذا أنت إذا تاجر أو يعني. طيب، اعرف عفاء. طيب، فقال فضالة الغنم. طيب، أنا الآن أريد ضالة الغنم، وسمي الغنم لأنه هو قد يضيع عن صاحبه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك، يعني خذها، يجوز أنك تأخذها، نفس طريقة المال، نفس القاعدة التي هنا التي اعرف عفاصها، لك أو لأخيك، يعني أنت لو ما أخذتها حيجي واحد ثاني ويأخذها، أو للذئب. ليش؟ لأن الغنم غالبا لا يقوى على الذئب، مهما كان لا يقوى عليه، والذئب من عادته أنه إذا دخل على مكان فيه من الغنم ماذا يفعل؟ يقتلها كلها حتى لو ما أكلها. نعم، هذا طريقته، يعني يبيدها جميعا، ينحرها من رقبتها، يمر عليها كلها إلى أن يقضي عليها، ثم قد يخرج عادي، لأن المزارع سيأتي اليوم الثاني ما يستطيع، يومين ثلاثة ستصبح مثل الجيف، سيضطر يرميها في الوديان وفي الجبال، هو يأتي ما شاء الله. هي فيه من الذكاء يعني، بخلاف ليش البهائم الأخرى. طبعا الحيوانات لما تنظر إليها تذكرك بالله سبحانه وتعالى في أشياء كثيرة جدا. ما مثاله؟ الله ألم يقل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أي، فأنت لما تنظر مثلا إلى من يهتم في الحيوانات وكيف طريقة يعني إمارتها وكيف طريقة توزيع الغنائم فيها وطريقة التزاوج، يعني في من الحيوانات من لا يأتي على أمه، وفي من الحيوانات من يأتي على أمه، وفي من الحيوانات من يكون له شريكا واحد، وفي من الحيوانات من يتعدد، يعني الآباء تتعدد في حتى يعني يأتوا بهذا، وفي لا الحمام لا يتعدد، وغيره القطة تتعدد، الذئب لا، الذئب قائد واحد ما يتعدى، حتى بالعكس يعتبروها مثل الخيانة، والخيل لا يأتي على أمه عكس البغال وعكس الحميرة جلكم الله، وأنواع كثيرة. الذئب لا يترك فريسته، يعني يبقى حتى إن ظل جائعا لكن ينتقم ممن يؤذيه، يعني عندهم الانتقام الذئاب. والذئاب من الحيوانات التي إيش؟ يعني الحيوانات ترى الجن، لكن الذئب ورد أنه يأكله، يستطيع أن يفترس الجن، ولذلك يعني إذا جاء أحد مصاب بالمس أو بالهذا يعرضوه على جن، على الذئب وليس على الكلب، الكلب فقط ينبح، لكن يعرضوه على الذئب ويخوفه، هنا نعم الجن الملموس هذا بالذئب، أنهم سيثبتوه عليه
ليأكلك. هذا مما ورد في العلاج. طيب، أو للذئب. قال الصحابي: فضالة الإبل. طيب، إذا وجدت إبل، الإبل تظل تظل تضيع عن أصحابها، بالعكس يعني قد تظل بالأشهر، هذا موجود إلى وقتنا الحاضر، ولذلك يجعل عليها من العلامات ما إن ذهبت يعني يسهل في السوق، إلا هذا لص، أن يعني يأتي واحد يحملها أو ينقلها إلى بلد آخر ليبيعها فيه، طبعا صاحبها فيما مضى سيكون يعني نشر الخبر، أنا ضاعت لي مثلا من الإبل 3 ولا 4، فينها؟ هي موسومة بكذا، فإذا جاءت فخبروني. فلن يتجرأ أحد أن يشتريها، أولا من باب الحرمة، ثانيا من المشاكل، يعني لا يريد مشاكل. قال: فضالة الإبل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما لك ولها، يعني هذا من المال الذي لا تتدخل فيه، يعني مثل وقتنا الحاضر الآن، يعني واحد يجي يقول لك: والله أنا شايف سيارة واقفة برا ما عندها صاحب، خليني أخذها. كيف تأخذ؟ هي واقفة لها صاحب. طيب، هي لها صاحب بس ضيعها. لا يا أخي، ما ضيعها، السيارة بقوتها بإغلاقها بوقفتها سيأتي صاحبها بعد شهر بعد أسبوع، ما لك ولا يا أخي، موجود عليها غبرة وموجود عليها تراب، حتى ولو مثال، هذا كمثال. ففي وقتهم الإبل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما لك ولها، معها سقاؤها، يعني من قوة الإبل أنها تتحمل حتى تذهب إلى الماء، ما تخاف، حتى وإن تعرض لها ذئب وظل ينتظرها أو قاطع يعني من الثعالب أو شيء عند الماء، تدافع عن نفسها، ما يتقرب منها، يعني يخاف منها. معها سقاؤها وحذاؤها، حذاؤه يعني تستطيع تمشي أيام وتدل الماء، بعكس البهائم، هذه أيضا من علم الحيوان، البهائم الأخرى اللي هي الخروف، الخروف والماعز، الخروف أجلكم الله فيه من الغباء، من يعني إذا منعته عن الماء والماء بجواره قد يهلك، ما يعرف يصل إلى الماء، والعكس بالعكس، إن تركته مع طعام وماء كثير يظل يأكل يأكل حتى ينفذ، يعني الماعز لا يستطيع أن يعيش، يستطيع أن حتى يهرب إذا ربطته في مكان وشاف نفسه جائع، وأنك ما حتطعمه يوم يومين، قد إيش يحاول فك الحبل أو القفز على هذه موجودة، يعني من عنده بهائم قد تهلك إذا ما انتبه، لازم لها راعي، هذه الظعن الكبير، هذا الخروف الكبير لازم لها راعي، ما ترعى نفسها، وهذا يشوف على طافها. لكن الماعز لا، فيه من يعني خارج نفسه، فيه من الذكاء ويعيش. لا، خلي البري حتى المستانس، أنا أكلمك عن المستانس، أما البري فيه خرفان، برية تعيش. الجمل حتى وإن كان مستأنسا لا تخاف عليه، يدبر راسه يعني يعرف، ما عنده مشكلة. طيب، قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء، يعني تعرف كيف تأتي بالماء، تعرف تمشي، بالعكس أنت لو ضعت في الطريق امشي وراها، لا بد أنت وحظك، إذا كانت شاربة 3 أيام حتجلس تمشي يمكن وما شربت، لكن إذا كانت عطشة بس امشي وراها هي تدلك على الماء. وتأكل الشجر، يعني من قدرة الإبل حتى لو لم يطعمها أحد هي تتساءل، يعني تجد يعني من ورق الشجر ما يغنيها، يعني اتركها حتى يلقاها ربها أي مالكها. وهذا يدل أنها الإبل مو شرط أنها ترجع إلى فين؟ إلى صاحبها، عكس أجلكم الله الحمار، الحمار يرجع، تفلته يرجع، وهذا اللي يسووه المهربين، يهربوا من منطقة لمنطقة فيعبوه بضائع وأشياء التهريب ويتركوه، ما يطلع أي صوت ولا جرس ولا شيء، حتى إذا يريد أن ينقل عليه أحد ينتقل إلى المكان الثاني، وإذا مسكوه إيش حيسوي؟ هو يوصل هناك، إذا ما نزلت حيرجع، يعني هذا قلت أنا شاطر حاخذه ويرجع، فين حتودي؟ ويرجع ياخذ أكله هناك. بالنسبة الجمل يعني لا يرجع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه تفلت القرآن بتفلت الإبل، كيف يعني؟ يعني من لم يتعاهد ما رزقه الله من حفظ القرآن، إن القرآن لأشد تفلتا، يعني أشد
تفلتا من ماذا؟ من تفلت الإبل. كيف يعني تفلت الإبل؟ لك لو تملك عشر سور أو عشرة من الإبل ولم تسعى أو تحرص على يعني حفظها بوضع العلامة بأنك تعيدها مثلا كل يومين أو كل 3 أيام إلى عقولها، المكان الذي يعني تبقى فيه مرابط الإبل، فتطعمها وتسقيها حتى وهي متعودة شهر شهرين، لو فكيتها وبدأت تبعد خلاص ما عاد تعرف ترجع. سبحان الله، ما تعرف ايش ترجع. فالقرآن كذلك، من تركه ولم يراجعه يتفلت، يذهب ينساه. اللي مكان لا، المكان اللي هي تألفه، يعني اللي أنت تريده فيه كصاحبا لها، تذهب منه. طبعا الإبل أيضا من طعامها، من التفكر فيها، أنها فين تعيش؟ الصحراء مش في الغابات، صح؟ طيب الصحراء عادة ما فيها طعام، قاحلة، صح ولا لا؟ فمن يعني من مشاكلها أن راعيها يضطر أن يخرج معها، من متعبة يعني مرات، يعني تجد صاحبها سمع أنه في مطر جاء على بعد 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو، حصله يسرح بها، يذهب بها من يوم يومين عشان يصل إلى فين؟ إلى مكان الكلأ هذا، فتجلس هناك أسبوع أسبوعين لما يعرف أنه في إيش مطر ثاني جاء في منطقة فلانية ويرجع إليها، وهكذا يجلس رايح جاي رايح جاي معها، بعكس ليش البهائم الأخرى. طيب، وعن زيد بن خالد الجهني، إذا نفس الراوي، شوفوا نفس الراوي هناك وهنا، هذا في صحيح مسلم وهذا أيضا في صحيح مسلم، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقط، الذهب أو الورق. طيب ليش هذه الروايتين؟ هذه الروايتين جاءت من التابعين مختلفة، يعني المجيب شخص واحد اللي هو الجهني، لا هذا الصحابي زيد بن خالد هو الذي يروي، يقول جاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من بعده من التابعين كل واحد جاء بالرواية مختلفة. هذيك الأولى سمعتوها اللي سئل عن ضالة الإبل والغنم، هنا قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة الذهب والورق. شوف هنا في تخصيص، هنا قال لا المال فورا، قال فسأله عن اللقطة عموما فقال اعرف عفاصها ووكاءها، لكن هنا لا، لأنه أراد التفصيل هذا الراوي، فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، الورق اللي هو الفضة، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، يعني تملكها، يعني افعل ما شئت كأنها ملكك، تريد أن تتصدق بها، تريد أن تحتفظ بها، تريد أن يعني تبيعها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. اللي كان نفس الإناء هذا، هي جاية في جلد، جاية في قربة، جاية في جلد ماذا؟ لاحظ الآن نفس الراوي اللي هو الصحابي اللي هو مدار الحديث عليه، لكن من أخذ منه؟ قد يكون هو تحدث مرة واحدة، لكن كل راو أخذها بفقهه. شفت كيف اختلاف ليش الروايات، لكن كل واحد يدل يعني يعطيك فائدة، هذا الحديث الثاني أعطاك فائدة ايش؟ الذهب والورق، اللي هو حدد الورق والفضة. طيب، وسأله عن ضالة الإبل، إذن هو نفسه قد يكون زيد هذا الجهني أخبرها، يعني أخبر هذه الرواية في مرة واحدة، يعني حدث الناس في مرة واحدة نفسها، نفس الترتيب. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها. هنا معها سقاؤها وحذاؤها، في التقديم والتأخير، لكن لا يضر، هنا يضر لا يضر، الله يسعدكم. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الحديث نفس الحديث الأول، في إشكالية عندكم؟ بس استوضحت كيف تأتي الروايات، والإمام مسلم هنا جاب الروايات ترى بعض ورا بعض، هذه 1347 وهنا 1349،
49 برضو الشاهد من يسحب الكتاب. نعم، كل أي ضالة لها صاحب، فإذا جاء وبعد ما عرفته، طبعا لو ما عرفتها يعني تبقى تضحك عليه فتأثم. الآن ستأتيك في الأحكام بالتفصيل. أحكامه اللقطة، أولا من ابتلاه باللقطة يعني وجد اللقطة والتقطها فإنه يجب عليه تعريفها سنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم عرفها سنة. واضح، هذه الواجبات. الآن اثنين، يجب تعريف اللقطة بإيش؟ بالإعلان. ما يجي واحد يقول والله يا أخي أنا عرفته جوة قلبي، أنا أخي أنا لو جاء صاحبها حرد له إياه. طيب فين عرفتها؟ هل استغليت مثلا الجمعة، مثلا استغليت السوق، استغليت مكان تجمع الناس، وجدت في المكتبة، هل خبرت الناس في المكتبة؟ قال لا، أنا خبرت الناس في المدرسة. ما علاقة المدرسة بالمكتبة؟ أنت تضحك على مين؟ على نفسك؟ المفروض تعرفها في نفس المكان. أي مش هذا، ما فيها مكر، أنت تمكر بنفسك مش بالآخرين. فيجب تعريف اللقطة بالإعلان عنها في مكان التقاطها وما يظن وصول صاحبها إليها. يعني مثلا زي الجوال هذا مثلا، فيبحث مثلا يقول والله شوفوا في تطبيق او شيء، نبحث عن اخر رقم، شوف اخر رقم، او لو جاء اتصال، صور جاء اتصال، فتح الاتصال حتى لو هو مغلق، فتح الاتصال، قالوا ايوه انا صاحبها، انت صاحبها متاكد؟ طيب خلاص تعالوا في المكان الفلاني. تصور يقول له مثلا انا موجود في الشارع الفلاني، ويقول له لا ماني جاي، قال لي بعد يومين انا ماني فاضي لك. الآن تضيع يعني هذا الملتقط مهما احتال بأنه لا يوصل الأمانة هذه لصاحبه، هو عليه الإثم. واضح يا مشايخ؟ فيجب تعريف اللقط بالإعلان عنها في مكان التقاطها وما يظن وصول صاحبها إليها. طيب أجرت ونفقت الإعلانات وهذه الأشياء على من؟ على صاحب اللقط اللي هي صاحب الجوال، مش الملتقط اللي ضاعت منه. فيخير طبعا لو لمن يأتي الجوال قيمته مثلا 1000، وهذا تعب نزل إعلان وسوى، جاب واحد يعلن ويصيح يا ناس من اللي ضيع جوال، أخذ 100. فالآن إذا جاء صاحب اللقطة هذا اللي هو مالكها، يخير بين أن يفتديها، يدفع 100، يدفع 100 يفتديها من الملتقط بدفع نفقتها، أو يسلم اللقطة لملتقطها مقابل نفقتها. تصور صاحب الجوال يقول يا أخي هو مو قيمته 1000، هو قيمته 100 أصلا، طالبني ب100، أنا إيش مستفيد؟ فكان يعني مو غباء، يعني نقول سوء تصرف من الملتقط، أنه يعني تكلف في الإعلانات، أو يعني كل مرة ينزل وكل مرة يبحث وكل مرة يعني مثلا يتكلف. تصور أنه مو من المنطقة، المفروض ما يتكلف هو. يعني هنا ترجع إلى العرف. ما مثاله؟ صور إنسان في مدينة، مدينة ألف، سافر إلى مدينة باء، حصل الجوال هذا في المنزل، أصلا هو مو من أهل المنزل، فقال خليني أخذه وأعرف، خلاص أنا كل أسبوع حنزل وأعرف في الجمعة. طب أنت نزولك وتعريفك والتكلف أنت جالس تتكلف، يقول لك لا مو أنا صاحب الجوال، هو أنا درست، انا حجيب وحجيب فواتير كم البنزين وكم هذا، وحستاجر فندق كمان، هسه كله على حسابه. لا ما ينفع ايش يعني، هي بالعرف بالعقل يعني لا تتجرأ. طيب ثلاثة، يجب على الملتقط حفظ اوصافها، هذا بالامر. لماذا؟ لانك انت كيف يعني، قبل ان تلتقطها لابد ان تعرف. مثلا لو قلنا شاه، يعرف ذكر ام انثى، يعرف لها قرن ليس لها قرن، في وقتنا الحاضر يصور، في ما مضى يشهد، يا ناس يا ولدي يا ابنتي يا زوجتي هذه أنا حصلتها في الطريق، ما هي لي، شوفوا كيف شكلها، عشان لما يأتي قد نشك لونه أبيض أغبر مع أرجاء ظلفاء وهكذا. وزنه، وزنه كم؟ كبير صغير؟ عياره كم؟ خليني أوديه مثلا عند الصائغ، عيار 21 24، هل هو للأذن أم للحلق؟ يعني تعرف بعض أوصافه، بحيث أنه إيش لو جاء صاحبه تميزه عن غيره. كل لو صنعته، لو هي ثوب أو شيء تعرف لونه، هل هو مما يلبس فوق يلبس تحت، للأنثى لذكر لصغير لكبير، ليش برد لحر،
يعني كل شيء تعرفه صف، نظارة لونها، حجمها، للقراءة، للبعيد، يعني تعرف المهم. ما هذه ساعة؟ ما نوعها؟ جلد؟ ليست بجلد، تتحرك دائري أم أرقام؟ يعني كل شيء حاول أن تعرف ما هو. طيب، يجب على الملتقط حفظ أوصاف اللقطة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بكاءها وعفاصها. طيب، يجب ضمان الملتقط للقطة إذا تعدى عليها. يعني صور هذا اللي أخذ الشاه، بعد سبحان الله شهر ماتت. طيب أنت أنقصت أكلها؟ لا. أنقصت شربها؟ لا. أنقصت علاجها؟ نعم. ليش نقص علاجها؟ أنا ما أعرف للغنم أصلا، ما عندي زربة، ولا أعرف كيف تأكل ولا تشرب ولا كيف تنبض، ليش تأخذها؟ والله ما أوجب عليك، لكن طالما أخذتها تحمل. صور هذا اللي حصلت، سبيك الذهب أخذها وما عنده لا خزنة ولا يعرف يسوي فيها ولا شيء، ولا عنده مكان يحطها فيه ولا شيء، والناس شافوه، وجاء واحد لهفها شالها، سرقها منهم. ما دام سرقها منك وهي في عهدتك، الضمان عليك. اي نعم. تصور انت ما يعرف هو مسكين، فجاء في المسجد او في السوق، يا جماعه انا قبل اسبوعين جيت حصلت ذهب او سبيكه، اذا جاء صاحبها واعطاني وزنها ترى حاعطي له اياها. الا واحد قال خلينا نضحك عليه، فجاء قال له حقي وما حقي، اخذها مني. ايوه، الا حقي، وشاله وراح. فقال له يلا خلاص. الا بعدها جاء واحد قال لا لا هذه حقي، حتى مكتوب عليها، وشوف هذا فاتوره مثلا يضمنها. عشان كذا تاخذها، يعني لا تفرح، كل غرم له، يعني كل شيء تبي تكسب فيه حتغرم فيه. يا سلام عليك، وهذا الذي اريد ان اوصله لكم، لانه هي تعب. ماشي، انا اخذها. طيب، فيجب ضمان الملتقط للقطه اذا تعدى عليها لقول النبي عليه الصلاه والسلام: ولتكن وديعه عندك، فان جاء طالبها يوما من الدهر فاديها اليه. ايضا لا يضمن الملتقط اللقطه اذا هلكت بدون تعدي. شيء شمتت في بيته، هو جوه بيته، جاء حرامي وسرق البيت، ومن ضمنها السبيكه والجوال وكذا، لا يضمن. هنا لا يضمن، لا، ما دام وضعها في امانها او في حرزها فلا يضمن. واللي هي سادسا، لا يجوز التقاط الحيوان. طيب انتبهوا، لو البنك صادر فلوس، يعني من ضمن الاشياء هو كان حاطط مثلا صندوق ولا اي شيء وفيه السبيكه، تصور حصل فلوس بلاش الذهب، وجد 1000، اخذ ال1000، فين حيحط ال1000؟ حطها فين؟ في فلوسه، يعني في البنك. فبعد شهرين 3 اشهر صارت مشكله معاه في البنك، في الكريديت ولا ما ادري، شالوا فلوسه بالدين او بالشيء اللي عليه. هنا يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. واضح يا احمد شايف؟ ما شاء الله الفلوس ما تخاف عليه. طيب، وعن ضالة الإبل قال: ما لك ولها. طيب، سادسا، لا يجوز التقاط الحيوان الذي يستطيع أن يعيش بدون مالك. هذه خذها قاعدة، في زرافة تستطيع أن تعيش بدون مالك، يعني وأنت تأكدت أن لها مالك، يعني شردت من حديقة الحيوان، أنت متأكد أنه ما مين حيملك فيل هنا، فاتركها خلاص، هو صاحبها يجي. القط له ليس له صاحب، لا، ما هي نوعين، إن كانت قط الشارع صغيرة يعني أم فتركت أبنائها، أو هي عندها أبناء بس راحت تصيد ولا شيء، فأنت أردت أن تأخذ من أبنائها لكي تربيه، هذه ما ليس لها صاحب، يعني هي في الشارع، فيجوز لك بشرط إيش؟ أن تقوم برعايته، لأنك أنت حتكون مسؤول عنه الآن. طيب، إن كان لها صاحب، يعني وجدت على رقبتها شيء، يعني وتأكدت أن لها صاحب، وأخذت سواء هي أو أبنائها، فلا بد أن تعرفها سنة. أهملتها وتركتها طيب، الضالة هذه التي وجدتها، الجوال هذا الذي وجدته أنت، عرفته شهر ولا شهرين أو 6 أشهر أو مرة واحدة عرفته، بعدين شفت أنك ستنتقل أو لم تستطيع أن تكمل التعريف، هل يجوز لك أن ترجعه مكانه؟ على نوعين، إذا ما حد شافك، وكان الآن الفترة الآن يعني ثواني،
يجوز. أما أنت مثلا أخذته قبل شهر وتقول لا حرجعه وحطه، فالذي سيأخذه ويلتقطه ما يعرف إيش ماذا فعلت أنت، وما يعرف أنت إيش غيرت، إيش كان لونه، إيش كان شكله، أشياء كبرت، كان ما عنده قرون أصبح لها قرون، غيرت الكيس ما غيرت الكيس، إذا ماذا أفعل؟ تعيده إلى الشخص المسؤول. يعني مثال الآن في المسجد، تعيده للمؤذن للإمام وتخبره، تقول والله يا أخي أنا وجدت قبل شهر هذا الجهاز، حاول تفتحه ما انفتح، أنا ما أعرف إيش هو، لكن هذا هو الآن أمامك مثلا، وأنت أكمل التعريف. طيب هل تجي بعد 10 أشهر تقول له ها حصلت له صاحب؟ لا ما حصلت له صاحب، أديني هو. ها انتبهوا، لا ها ما تجي كذا، هو حياخذ هو او حيدفع الصدقه، فاذا جاء صاحبه يقول له انا المال الذي وجدته او الالف هذه اللي او المال المبلغ اللي وجدناه، يعني ظلينا سنه نعرف وانت ما جيت فتصدقنا به. فهنا بقى بعض الفقهاء يسقط الضمان لانه يعني جعلها صدقه، اي وضعها صدقه مثلا، لكن ان استخدمها هو، ان استخدمها يضمن، يعني استخدم الجوال أو باعه وأخذ فلوسه يعني له فيضمن. طيب انتبهوا لهذه القاعدة، لا يجوز التقاط لقطة الحرم. إيش هو الحرم؟ اليوم مكة والمدينة، من الذي حرمه؟ بالنسبة لمكة حرمها الله منذ أن خلق الخلائق، وحدودها ما حده النبي عليه الصلاة والسلام أو ما حده الرسول أكده، إلا المدينة الرسول هو الذي حرمها، قبله لم تكن محرمة، منطقة عادية، وهذه من بركة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وجدت لقطة في الحرم لا تأخذها. ليش؟ جاء النهي عن أخذها إلا إن كنت مسؤولا. كيف مسؤول؟ يعني مثلا شرطي، أو أن اللقطة هذه أنت قد تصل إلى صاحبها، مثل أن تكون مثلا في الحج وأنتم مجموعة من الحجاج مثلا من بلاد الشام، فإذا بك ترى مثلا جواز، هذا الجواز السفر هذا من الحملة من عندكم أنتم من الشام، فأنت تعلم يعني تتأكد أنك لو لم تأخذه سيتلف سيضيع، فإما أن تأخذه وتسلمه للجهات التي تعلن عنه أو من يسأل عنه، أو توصله مثلا للحملة اللي أنت فيها، تبحث عن المكتب اللي تستطيع أن تصل، مثلا أنت في بداية الحج باقي على الحج مثلا 10 أيام، فستذهب به مثلا لرئيس الحملة أو للمطوف أو شيء، وهو إيش يوصله، هذا تأخذه. إذا لقطة الحرم تتركها حتى ما تحركها، وهذا رأيته أنا حتى في الطواف، الناس في الطواف إذا وجدوا شيء مثلا ملقي ما يحركوه، يتركوه من شدة تحريم إيش اللقطة في الحرم. فلا يجوز التقاط لقطة الحرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينفر صيدها، اللي هي مكة والمدينة، لا يجوز تنفير الصيد، حمام، القطة، أي شيء، اترك أي بهيمة موجودة، لا لا كأنك مالك فيها، ولا تحل لقطتها، ما يجوز لأحد أن يأخذ لقطتها إلا لمنشد. إيش يعني منشد؟ مختص، اللي هو مثل وقتنا الحاضر الشرطة، شرطة الحرم سلمها، أو مكتب المفقودات وهكذا. ولا يختلى خلاؤها كما مر معنا، اللي هو كان فيما مضى يجوز إيش قضاء الحاجة في الخلاء، يعني الصحراء الفاضية في مكة، لا لا يختلى خلاؤها. ما كان لهم من يعد، يعني ما أعد لهم لقضاء الحاجة. طيب ثامنا، إيه قد تكون إيش؟ قد تكون ما خصص، ما خصص لقضايا الحاجة، أي نعم، لكن أي خلاء هكذا لا، من باب إيش؟ فيها من الجن وفيها من الملائكة وفيها، فلا يهدوا. ثامنا، يوجد جن في مكة؟ أي في كل مكان، بالعكس فيها من إيش؟ أيضا المجاور من مئات السنين، وأتذكر واحد كان يقرأ على الجن، فإذا جاء الجن يعني له 1000 سنة، عمره 1000، فكان متذكر الأئمة، أي نعم يتذكرهم وكذا، يعني يقول أنا جيت قبلك، تقول لي أخبر ماني خالف،
أنا في البلد هذه وفي بيتي هو اللي داخل علي. طيب، فيحرم البحث عن اللقطة داخل المسجد. انتبهوا الآن، مسألة الإعلان أو الإنسان الذي افتقد جواله فين حيجي يسأل عنه؟ عند الناس في وسط الطريق وكذا. طيب المساجد، من دخل في المسجد يقصد أن الناس متجمعين فيريد أن يسأل عن ضالته، يا جماعة أنا ضيعت فلوس فاللي وجدها يرد لي إياها، هذا جاء فيه النهي، هذا جاء فيه النهي، فيحرم البحث عن اللقطة داخل المسجد. الفقهاء منهم من إيش؟ يجعلوها من باب الكراهة، ولكن الصحيح ليش؟ التحريم. كيف جبت التحريم؟ للدليل، ليجوز خارج المسجد، لكن المسجد داخل المسجد والناس جالسين للصلاة للتعبد، المسجد وليس المصلى. إيش الفرق؟ المصلى ما تقوم فيه كل الصلوات، مصلى يعني فرشة، يعني ناس يفرشوا فرشة ويصلوا، هذا مصلى. أما المسجد لا، له بنيان، له أركان، حتى ولو أركان صغيرة. طيب ما الدليل؟ لا مش أنت، لو جاء صاحب الحاجة، العكس، مش أنت الإمام والمأمون. لا العكس، لو جاء صاحب الجوال، يا جماعة أنا ضيعت جوال، أي فينادي أنا أريد جوالي، أنا أريد جوالي، أين جوالي، أين جوالي، لأنه حيظل ليش يكرر، ممكن يجي كل أسبوع وكل جمعة وكل صلاة وكذا، فجاء النهي، لكن بر المسجد يفعل، يعني خارج المسجد. المهم، فلقول النبي عليه الصلاة والسلام، هو هذا اللي سبب الخلاف بين الفقهاء، من قالوا لا التجمع موجود، لكن من راعى النص، نص السنة، قال لا خلاص أنا أخرج من الخلاف، يعني عندي نص، إيش أسوي في النص؟ قال صلى الله عليه وسلم، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه. ليش؟ المساجد ما جعلت لهذا الشيء، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال، من دعا إلى الجمل الأحمر، عندي الجمل الأحمر، أنا عندي جمل أحمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، لا وجدته. يعني في تطبيق عندنا الآن بالقول، في تطبيق بالفعل، النبي عليه الصلاة والسلام سمع أحد الصحابة يفعل هذا الشيء فدعا عليه إن شاء الله ما تجدها، قال لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، بيت الله من حرمتها. طيب يا أخي، فيها مصلحة، ولو فيها مصلحة في الخارج، المسجد مكان إيش؟ للتعبد. وهو ممكن يحط لوحة، هو ممكن يحط لوحة في الخارج، بس الناس تصلي الآن وأنت تشكل عليهم، هم يصلوا، إيش ذنبه؟ 10 يصلوا وأنت تصيح، يا جماعة من حصل الشيء هذا؟ بس هو شيء من أمور الدنيا. الفقهاء اختلفوا، منهم من قال عندنا نص، فقالوا للكراهة، يعني هذا الأمر للكراهة، ومن تقيد بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما دام في ناس يصلوا لهم حق الصلاة، أصلا المسجد هذا وقف، وقف لله. ما مثاله أنتم عشان تستوضح؟ لا، لو واحد يقرأ قرآن، آخذ مصحف من المسجد وجالس يقرأ قرآن، حتى الذي جاء بالمصحف لا يجوز له أن ينتزعه منه، يعني ما يجي يقول له أقفل المصحف رد لي إياه حقي. ليش؟ لأنه هو وضعه لله، وقف لله، فكونه شخص جاي يستخدمه أخذه، مو يحطه مخدة ولا، المهم جاء فتحه يقرأ، كيف أنت تقطع قراءته؟ هو لله مش على كيفه، أنت لا تملكه. نفس الشيء الآن في المسجد، المسجد وقف لله، بيت لله، أنك تؤدي فيه شعيرة الصلاة والذكر والقرآن، فلا تزعجني، لا تشوش علي، لا تضايقني، يعني إنشاد الضالة أنشدها في مكان آخر. أعطي للإمام.
أعطيني الإمام للمؤذن. هو طيب نفس السؤال، أنت حصلت الجوال في المسجد، هل يجب عليك أن تأخذه وتعرف؟ ما هو واجب عليك، فلا تدخل نفسك في حرج. خلاص، مش واجب أنك تأخذه، خليه يأخذه. المهم لن تأثم. هل ستأثم؟ احنا مر معنا الشاة هذه الآن، الشاة مو مال. يا سلام، وأيضا الفقهاء قالوا سبحان الله من سبحان الله من حرمة مكة أنك ما تأخذ. لماذا؟ صح كلام الشيخ أسامة، لماذا حرمة مكة؟ فقهاء عللوا أيضا من باب التعليل، لماذا لقطة مكة ما تؤخذ؟ مش بس لحرمة مكة، لأن صاحبها قد يكون من الحجاج، والحج لا يتكرر إلا ماذا؟ سنة، فيمكن أن يضيعها الآن، لكن سيأتي متى؟ السنة الجاية. فكونك أنت تأخذها وتحركها من مكانك كأنك أنت إيش؟ تضيعها عليه. نفس القاعدة، ما في أحد، هو الأصل أنه ما في أحد بحد مو مسلمين، مو مسلمين يا شيخ. هو حد حيدخل في مكة غير مسلم؟ هو المسلم هو يسمع كلام الله. ليه؟ لا، مكة لا تأخذ شيء يا شيخ، انتبه سيأتيك. ما شاء الله، خلاص حجي معك، حجي معك. طيب نكمل هذه. انتبهوا، أي عبادة الله من ذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن والتعلم والمذاكرة وغيرها. إن شاء الله إذا بلغنا الله وأخذنا في الوقف، انتبهوا يا مشايخ، الوقف إذا بلغنا الله، لكن كقاعدة الوقف المال الذي يعد لله، يعني مثلا سبيل لله، ماء، مصحف، كرسي، انتبه هو مال لله، ما تظنه سائب، ما تتصرف فيه حتى من نقله، ما تيجي تقول والله بشيله أخرجه بر، هذا الكرسي في المسجد مين جابه؟ إدارة المسجد، أو جابه شخص تبرع ووضعه في المسجد، أنت ما تجي تتصرف تاخذه وتخرجه. انتبه، ولو صاحب المسجد، ولو صاحب الكرسي، أحسنت. خلاص أوقف، إلا متى؟ طبعا بالنسبة للقواعد، إلا متى؟ إما إمام، الإمام يعني اللي هو المسؤول الناظر، وليس الإمام المقصود به الذي يؤم بالناس، المسؤول عن مال المال المسجد، أو صاحبه، صاحب الوقف. إذا رأى أن الوقف تعطل، ما في أحد يستخدمه، يعني أنا جبت طاولة، كان في دروس في المسجد هذا، فجبت طاولة وكرسي وكذا، ما يستخدموها، يجوز لي أن أنقلها، يجوز يعني مش واجب، يعني إذا تركتها خليها خلاص هي لله، لكن يجوز أن أنقلها صاحب الوقف، مش متطفل، أو الناظر ينقلها لما أعدت له، نفس الشيء أعدت للدروس، يبحث بها، يبحث عن مسجد أو دروس ينقلها له. سبورة، سبورة تنقل لفصل دراسي، لحلقة علم، تتصرف من رأسك؟ لا، تيجي تقول والله بحفظ قرآن، أنا في مصحف هو في المسجد، أبغى آخذ وبحفظ وأرجعه، احفظ داخل المسجد، لأنه وقف جعل للمسجد. إلا إذا جاء يجوز لك أن تأخذه سواء من إدارة المسجد أو من صاحب الوقف، إنه وضع إنه مثلا هذا وقف لله لمن يريده، مش لازم للمسجد، لكن لو قال وقف لله للمسجد ما تأخذه. خلاص سيقابل الله بينهم. السجادة أحسنت، ستأتي معنا، ستأتي معنا. لا لا، لحظة. طيب تاسعا، يجوز التقاط الحيوان الذي لا يستطيع أن يعيش بدون مالكه، كالغنم، كالأرنب، ككذا، أو البعير إيش المريض، أو الفرس المكسور. فعن زيد بن خالد الجهني قال خذها ما لك ولها. طيب يجوز التقاط الغرض التافه، يجوز هنا التقاط الغرض التافه. ايش يعني تافه؟ لا يلتفت اليه، يعني واحد هو ماشي حصل مثلا منديل او رب او اي شيء، ما يعني مين حيجي يبحث عنه، يعني تلتقطه، ولا يشترط عليك ايش؟ تعريفه، ترجعه الا
انتبه، لو انت الان التقطته وماشي، جاء واحد يقول لك يا شيخ انا ضيعت نفس المبلغ، نفس المبلغ هذا ربع مثلا، قلت له وربع، حيقول لك هات تضمنه، ما تقول له والله ربع ايش يضرك، لا. لكن لحظه، يجوز التقاط الغرض التافه كالطعام، اتصل تفاحه موزه مرميه نص موزه، يعني اكد اكل نص ورماها، حبه حلاوه عند مدرسه وانت ماشي، طلابهم خارجين عندهم حلاوه واكلوها ورموها مثلا كالطعام، او ما وضع في القمامه بدون تعريف او ضمان، ما تضمن، لا تضمن ولا تعرف، ويملكها متى؟ بالتقاطها. ما الدليل؟ فعن انس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمره في الطريق، تمر في الطريق يعني طايح، فقال: لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لاكلتها. اي الرسول عليه السلام لا تحل له الصدقه، يقول انا ما ادري قد تكون من اموال الصدقه، فلا يجوز. اذا يجوز لغيره، يجوز لغيره. طبعا نفس القياس في اهل البيت، اهل البيت لا يجوز لهم الصدقه، لكني رايت من اهل البيت فقراء فيجوز، بقول العلماء ليس بقولي، انهم اجازوا الوقف او الصدقه لاهل البيت لانه امتنع عنهم الخمس، يعني ما لهم الخمس. طيب، يجوز للملتقط ان يملك اللقطه بعد تعريفهم، هذه اخذناها اول، ها؟ فاذا ما جاء صاحبها فانه يضمنها ولو تلفت السلع او بعد وقت طويل. ما الدليل اللي هو هذا؟ فان لم تعرفها فاستنفقها. قال بعض اهل العلم: لا يجوز تملك اللقطه. شوف انتبه هنا الان، ما في دليل لكن الخلاف فقهي، وهو انت الان عرفتها سنه او جلست سنه تنتظر، ما حد جاء، سنتين ما حد جاء، ماذا ستفعل فيها؟ الذين قالوا يجوز لك ان تتملكها للنص الاول هذا، فان لم تعرفها فاستنفقها، يعني خذها انفقها كما تريد. طيب، الفقهاء الثانيين العلماء قالوا: لا لا لا، تعال هنا فاستنفقها عموم، عموم استنفقها يعني افعل بها ما شئت يعني. طيب، ما الذي يخصصه؟ يخصصه الأدلة التي جاءت بتحريم مال المسلم أو بتحريم مال الغير، القواعد العامة التي لا تجوز لك أن تتصرف في مال غيرك. فقالوا، وقال بعض أهل العلم: لا يجوز له التملك. كيف تتملكها؟ هو أنك تنفقها، الرسول يقول لك انفقها، ما قال لك خذها أنت، هو صح من أو من منافذ الإنفاق أنك تقول والله بأخذها أو بأعطيها لولدي أو بأعطيها لزوجتي، حصلت مثلا قطعة ذهب أو شيء ما حد جاها، قلت بعطيها لبنتي لزوجتي مثلا، ما حد جاها، فمن لأنه ليس ماله. طيب، لا يجوز تملك اللقطة، ويجب على الملتقط التصدق بها. هتجد في بعض الإفتاءات أن بعض أهل العلم يقول اللقطة حتى إن عرفها سنة، نهاية السنة برضو ما يجوز أنه إيش يستنفع بها ويأخذها هو. طيب، فين يوديها؟ يتصدق فيها بنية صاحبها. طيب ليش؟ ما انت عندي هنا فاستنفقها، يعني تصرف فيها. ايوه، تصرف فيها مش في التملك، فيما يعود بنفع لمين؟ لصاحبها اللي ضيعها، اما انك انت تفرح وتاخذها لا، له هو مش لك، لا، في فرق. استنفقها في فرق بين تعطيها لفقير وبين ان تاخذها. كيف سقط؟ ما سقط، ما هو لو جاء، ها، ما هو لو جاء بعد سنتين او ثلاثه وسالك قال لك في ايباد يا اخي انا ضيعت، قلت له يا اخي انا حصلته قبل 3 سنين وما حد سال عنه، طيب ابا جو ايبادي هذا الجوال او شيء، واجب عليك انك تعطيه. اذا تصدقت هنا مالك، ما عليك ضمانه، لا لا لا، لازم بعد السنه لانك لازم تكمل الاعلان ولا رجعها. مو انت ليش تاخذها من البدايه؟ ايش قلنا؟ من البدايه هو ليش فائده الدراسه هذه؟ اذا وجدت لقطه تستطيع ان تدل صاحبها، يعني في الوقت الحاضر مثاله، انا لو وجدت مثلا جوال او شيء، او مسجد يعلن عن جوال، او مكتبه تعلن عن جوال، اخذت اوصاف الجوال هذا، مثلا الجوال مكتوب بالعربي، فعرفت ان صاحب الجوال هذا رجل عربي. طيب، اخذت الاوصاف واخذت الاشياء، ابدا انا اعرفها للناس اللي اعرفهم. فاذا ما الشيخ قال والله انا اضيع جوالي في المكتبه الفلانيه او بالمسجد الفلاني، فادلهم من دون ما التقطها.
يقولوا نعم صح، هيا روح المكتبة وخذها. أنا سمعتهم يعلنوا عنها، روح وخذها من دون ما التقطها وتحمل. لكنه يجوز، يجوز أنك تأخذها تبي تتحمل، يجوز مش حرام، تجي تتحملها سنة وحتى ضمان وكذا. الله يوفقك عليه الصلاة والسلام. أيوة من باب التخيير، يا يعني إنك أنت حتأخذها لك، لأنه لو ما جاء، لأنه غالبا الشاه تضيع من صاحبها، ما إيش حيدور على شاه. شاه مثل الآن تقدر تقول زي إيش يعني، زي كفر، كفر مش جديد. أنت تصور جاء إنسان يغسل سيارته، نسي خرج الأشياء اللي في مؤخرة السيارة وحطها على جنب وراح. فجيت أنت وجدت من ضمن الأشياء مثلا فرشة، بكم تباع؟ ب 10 ب 20 مثلا. انت تصور صاحبها هذا حيجي يبحث عنها مثلا؟ هي لها قيمة الآن مش تافهة، بس تتصور انه حيجي ويبهدل نفسه او منشفة مثلا، يعني حاجة يعني رمزية يعني. لكن في فرق بين انه ايش مثلا 4 كفرات جديدة مثلا نسيها، نزلها عشان يغسل السيارة من الداخل، فغسلها ونسي، او دعاسات، اللي تعرفوا الدعاسة اللي تيجي تحت خاصة مثلا بالسيارة، ولو راحت ممكن عشان يجيبها يعني مكلفة. لا حيجي هذا صاحبي. طيب أي عرف؟ لا قصدك القيمة، قيمة اللقطة. أي أنت لو أخذتها في مكان مجهول، الإنسان الآن هذا جاب لي قاعدة، لو أنت في طريق سفر، نفس المثال هذا اللي ذكرت لكم إياه في المغسلة، أنت في طريق السفر ووجدت محطة، طبعا هذا المثال مو هنا في بلادنا العربية، المحطات اللي تيجي في الخطوط السريعة هذه الطرق هنا كأنه داخل مدن على العموم، في مدن ما شاء الله. طيب إذا نفس ممكن ما سافر، المحطات هذه مثلا قد تدخل أنت المحطة مطعم من المطاعم، فتجد مش جوال، تجد مثلا سماعة، هذه اللي هنا السماعة. فهل هذه تتصور صاحبها حيجي يبحث عنها؟ لكن هل تلتقطها أنت وتمشي؟ لا. ليه؟ لأنه لو فرضا أنه جاء صاحبها، إذا أنت فين حتعرفها؟ أنت فين حتعرفها أصلا؟ طيب ماذا أفعل؟ خلاص يعطيها لصاحب المكان. واضحة؟ واضحة ولا مو واضحة؟ طيب لو فرضنا لا ما كنت في محطة، صح أنت في الطريق وأنت أقف أصلي، وقفت صليت وأنت تصلي، إلا شفت يعني مثلا خاتم من ذهب، مكان فاضي ثوب يعني ما في حد، فين حديقة، تأخذها ولا ما تأخذها؟ يعني مش حديقة اللي هنا في المدن، هذا اللي في الخط، يكون الهواء حركها وطيرها وضيعها من مكانها الأصلي، يجوز لك أن تأخذها. أي نعم، لأنه تافه يعني لا تستطيع أن تصل إلى صاحبه. عندنا قاعدة، هي لها صاحب، لكن هل يمكن أن تعلن وتصل إلى صاحبها ولا لا يمكن؟ مثاله أنت على الشاطئ، ما عندي مثال لك، مثلا في الرمل في البحر وأنت تحس، صح في أماكن السباحة اللي تكون على الشواطئ مرات قد تطلع ساعة، الساعة دي لمين؟ ما تدري أصلا متى، في أمس قبل أمس أسبوع أسبوعين مدفونة، وهي قيمتها 10 20 يعني تافهة يعني، فيجوز لك أن تأخذها. لا لو قيمتها غالية لا لو قيمتها لازم تبلغ، لازم تبلغ، لازم تخبرهم، إلا لو ما في أحد يعني مكان، لو في مكان لا يوجد فيه أحد. مو هي شوف الأمثلة تختلف، هذا المكان الشاطئ رواده معروفون، يعني مثلا شاطئ في طرف المدينة، أو شاطئ مثلا على البحر على البحيرة، على ما حد يريده ناس كده. مو هو شوفه مليون؟ لا هذه تسلمها للسلطة ما تأخذها لك في المدينة. طيب المهم، وقال بعض أهل العلم لا يجوز تملك اللقطة، ويجب على الملتقط التصدق بها، طبعا من باب القصص، أنا ما بطول عليكم، اللي هو لا بد أن يراعي طالب العلم مكانته العلمية،
فيحكوا، أنا ناسي من هو الإمام البخاري أو غيره، لكن كان من أئمة زمانه، فركب في مركب عشان يعني يقطع من مكان إلى مكان، فأساس يركب المركب هذا. فكان معه صرة فيها مال، صرة فيها مال، فرأى الصرة لص، واحد يعني ذمة واسعة، فحاول أن يسرقها ما استطاع، هذا مخبيها يعني محتفظ فيها، فكأنه عرف ما فيها، عرف قدر المال الذي إيش أيوة يعني موجود ولونها وكذا، فراح كلم إيش صاح كذا، وقف في نص المركب، المركب يعني مثلا فيه 30 شخص ما أدري، فظل يصيح: من وجد صرتي الحمراء فيها 1000؟ من وجد صرتي؟ أتوا بصرتي، يا صرتي، ونفتشكم. فتش الركاب، في لص سرق صرتي. فالإمام عرف أنه إيش؟ أي أنه هو يتحدث عن صرته، ها؟ فبدأوا يفتشوا، هو ذاك يعني ينظر من بعيد، بدأ الناس يفتشوا مين، ليه تسرقوا الرجال؟ رجال تاجر وعنده صرة مليئة بالذهب، فين؟ فظلوا يفتشوا لما وصلوا عند مين؟ عند الإمام. فتشوه ما وجدوا معه، فتشوا مظبوط، اللص يقول هذا، فتشوا مظبوط، شوفوا انتم ما كيف اضيع انا، فتشوا مره ثانيه مره ثالثه ما وجدوا. وصلت المركب قالوا له: ما حصلناها، ايش نسوي؟ اللص هذا ايش اخذ في خاطره، اي، فجلس ينتظر الامام، هذا هو مو داري انه امامه لا، فظل ينتظره حتى خرجوا، ويمشي وراه في السوق يشوف الحين حشوف يطلعها ولا لا، فلاحظ انه ما هي معه، خلاص ما هي موجوده فعلا، ما هي معه. فذهب له قال له: انا كنت معك في المركب وكذا. قال له: الله يعينك، انت ضيعت فلوسك. قال له: ايوه، ولكن انا كنت شايف انه انت معك واحده مثلها. كنت شايف انه معي مثلها. ايوه. قال له: فينها يعني؟ قال له: فينها؟ فقال له: انت تكذب، انت شفت اللي معايا، يعني عرضت بي. فقال له: طيب وينها انت؟ بس انا بعرف فينها. قال له: رميتها. رميتها؟ قال له: نعم رميتها. كيف رميتها؟ قال له: انت ما تعرف من انا، انا احمد. طبعا زمان كانت المدارس مو مثل الان، الجامعات بالدكتوراه وبالماجستير وبالبكالوريوس، لا، كانت بالاجازه وبالمعرفه، يعرف الشيخ عمرو درس عند الشيخ عمر حفظ منه 1000 حديث، اذا ساقبل منك كم؟ 1000 حديث. ليش؟ لانه الشيخ عمر هو الذي قال لي: قد درست عمرو 1000 حديث، خذوا عنه 1000 حديث، أو خذوا عنه أخبار المدينة. فقال: إني أملك مثلا 100,000 حديث، فلو الناس علموا أو شكوا أني لص فعلا وصدقوك، أنت سقطت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها، فأنت اضطريتني إيش؟ أرميها لكي أدفع الشبهة عني. شوفوا كيف؟ فما كان منه مما ورد أنه هذا أصبح تلميذا له. إيه؟ تاب، نعم، لأنه عرف قيمته. ليش يعني حديث؟ الحديث الرسول عليه السلام من حلال وحرمة، وظل يدرس معه، يدرس معه، وأصبح من الفقهاء. فعلى طالب العلم لما يرزقه الله علم، زل لقطة اتركها يا أخي، الله يغنيك، لا يعني تدخل نفسك فيه يعني. طيب، فيجب، أيوة هذا هو، ويجب على الملتقط التصدق بها لأنه ليس ماله، فلا يجوز الانتفاع به بدون رضاه. طيب، والصحيح؟ الصحيح جواز الانتفاع بها. ليه؟ لأنه عندنا احنا شيء مطلق وشيء مقيد، أو شيء خاص وشيء عام. صح، أنت تأتيني بعموم النصوص أنه يحرم على المسلم التعدي على غيره، بس أنا عندي شيء خاص. فعن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يكتم، يعني ما يعني يخبر، يعلن ولا يغيب، يقول والله ما حجي، عشان لو جاء حد يسأل ما سمعت. لا، انت تلف على مين انت؟ طبعا الرسول عليه السلام هو ما يعامل، معليش، حمقاء، لكن يعامل، يوضح الناس، الناس يحبوا المال، والناس في حاجة فيفرح، يا والله حصلت حاجة خليني ساكت. لا، ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. قالوا بهذه الرواية، ها، الذي جاءت على ايش؟ في شرح مشكل الاثار،
وإسناده صحيح على شرط مسلم. يعني الرجال الذين في رووا هذه الرواية اللي هي في رواية عبد الله عياض بن حمار، هم نفس رجال من مسلم، يعني نفس شيوخ مسلم. يعني لو أجي أنا أقول لمسلم أنت من شيوخك؟ من الرواة الطبقة اللي بينك وبين مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول مثلا بيني وبين الرسول 4، هذا أقل شيء، وأكثرهم مثلا 7. طيب من هم هذول الأربعة؟ مثلا نون هاء واو ياء. طيب ما هذا النون واو هاء واو ياء هم طلاب بعض، يعني هذا الشيخ طالب هذا وهذا الشيخ هذا طالبه. طيب ما أنا عندي نفس السند هذا بس في روايات أخرى أنت ما وردتها. فالمحدثين يقول هذا مثلا سنده صحيح، وهو نفس إيش؟ يعني نفس طرق الإمام مسلم، لكن لم يورده في صحيح. ليش؟ مو شرط، لأنه قد يكون هذا العالم اللي هو الأخير لم يحدث الإمام مسلم بكل الروايات. طبعا عارفين هذه اللي هي الطبقات الأولى الثانية، يعني كم راوي. فأغلب الكتب الستة ما يقل عن 3 بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا من عشان تفرح المالكية، إلا المالكية اللي هو الكتاب الموطأ للإمام مالك، فهو فيه ثنائي، يعني الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، أما بقية الكتب لا. ولذلك يقول هو إيش؟ قد يكون أصح من البخاري. طيب لماذا الأمة ما تقبلته أو ما جعلته كالصحيح؟ شوف المعلومة الآن صادمة، البخاري مشهور، الأمة كلها يعرفها أن البخاري ثم بعده مسلم، لأن الإمام مالك أدخل الموقوف والأقوال الصحابي المراسيل في موطئه، يمكن فوق 1000 يعني رواية أو 1500 رواية ليست للنبي عليه الصلاة والسلام، ما هي مرفوعة للرسول، موقوفة إما على قول الصحابي على فعل الصحابي، وما هي واردة إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك الأمة ما تقبلته، مش للتضعيف، لكن مش كل حديث، يعني مش كله أستطيع أني أمسكه هو صحيح، لكن مش أستطيع أني أمسكه وأقول هو كله للنبي، ما يعني للرسول. لا، ما هو أنت يا إمام مالك في أشياء جعلتها للمدينة، أعمال أهل المدينة، وهذا اللي جاء في فقه الإمام مالك أنه يعمل كان عمل أهل المدينة، يعني ما كان عليه أهل المدينة من عمل، أنه بعد الرسول بكم سنة، يقول هذول اللي عاصروا التنزيل هذول هم باقين، حتى لو مش صحابة لسه باقي العمل. وهذا الآن اللي عاش في المدينة وعاش في القرية، من الأقرب للريف أهل المدينة ولا أهل القرية؟ القرية. أنت أهل المدينة ممكن تأتي بشاه لأحسن امرأة أو لأحسن رجل تقول له احلبها، يقول لك ما إيش احلبها؟ من فين تحلب أصلا؟ ما حيعرف. مثلا لو تمسك تقول له اذبحها ولا سوقها، يلا أطعمها، يلا خذ هذه الشاة وروح أكلها، يقول لك ما أعرف أنا إيش الكلام، أنا ما أعرف أمسكها عشان تقول لي إيش أطعمها. فالإمام مالك كان يقول أن عمل أهل المدينة معتبر، فإذا ما في أي خلاف فالذكور. مثال أيضا أيها الأحبة من الأشياء اللي إيش، البسملة في الصلاة الشافعية يقولون بها، هل هي واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. لو بحثت في الكتب الستة هل الرسول صح عنه أنه أورد عن البسملة أنه بسملة في الصلاة؟ لا. طيب موقوف على من؟ على أفعال بعض الصحابة، فهي جاءت بالجواز، يعني يجوز أن تبسمل في الصلاة جهرا، ويجوز أن لا تبسمل. اللي على المتعصبين على المذهب على القول فهم لا يعتبروها لازم، ليش ألزموها بقول إمامهم؟ هذا من قلة الفقه، ما كلمتكم من البداية أنه التعصب الآن ما ينفع، لكن فيما مضى لا. إلا لو دخلت أنا مسجد أو قوم كلهم على المذهب الشافعي، حتى لو أنا عندي علم بالعكس أحترم إيش مذهبهم، لا أخالفهم، لأنه لو وقفت ما قلت بسم الله بدأت الحمد لله رب العالمين، هم يشوش عليهم، بعضهم حيشوف الصلاة ما هي صحيحة، فين جبت هذا؟ يقول لا يعرف يصلي بالناس وتخلونا نصلي وراء، ما احنا دائما نصلي وراء إمامنا، إيش يعني إيش اختلف يعني؟ طيب أيوة، لأنه أحكام شرعية قد تكون زي هو البسملة هذا. هم بعض المحدثين يسموه آثار الأثر، أي يسميه أثر، والحديث ما أسند للنبي عليه الصلاة والسلام سواء من قول أو فعل، لكن يشكل عليك الحكم،
الحكم الشرعي، هل ممكن الصحابي يأتي بحكم من دون ما يكون سمعه أو شاف الرسول يفعله؟ هذه الإشكالية. كلمة حديث معناها ما هو هذه أنت تعتبره الآن مصطلح، يعني مصطلح، فمين حط عليه إيش؟ أنه الحديث هل هو خاص بقول النبي وفعله، أو هو عام بكل قول فيه حكم شرعي، أو هو بكل ما فيه يعني حلال وحرمة، أو بكل شيء يمس مثلا الدين. لأن يعني أنت الآن حتقبل من ابن عباس ليش؟ من هو هذا ابن عباس؟ ما هو عنده إخوان كثر، إلا أن قبلنا قول ابن عباس ليه؟ لأنه يأتينا بالحلال والحرمة، ويأتينا بعلم الرسول عليه الصلاة والسلام. فكونه يأتينا برواية ما قال قال رسول الله، وهنا حتى كثير يمر علينا هم فتواه، هو الذي قاله من باب الاستفتاء. هذه نفس الشيء في البسملة، الإمام البغوي لما سألوه، وهو الذي أظن مسند يعني طرق البسملة في إثبات البسملة عند الشافعية وعند غيرهم من طريق الإمام البغوي، فلما سئل عن البسملة في الصلاة فقال أما عن رسول الله فلم يصح عندي شيء منها، لكن أما عند الصحابة فنعم. هذا هو. طيب، يجوز الانتفاع به بدون رضاه، والصحيح جواز الانتفاع به. فعن عياض: من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. طيب، في باب صغير هنا نأخذه لأنه تابع للقطة قبل ما تمشوا، اللي هو اللقيط. اللقيط، اللقيط ما هو؟ هو الطفل المفقود المطروح على الأرض، لأنه قد تكون هذه اللقطة ليست مال، قد تكون لقيط اللي هو الطفل. فالطفل هذا الذي نبذ أو ضل في الشارع ولا يعرف نسبه ولا رقه، يعني ما نعرف هو معروف ذكر أو أنثى، لكن لا نعرف ابن من، ونعرف هل هو حر أم غير حر، سواء كان والعياذ بالله ابن زنا أو لا، احنا ما نعرف لما طرد، هل هو ضاع، هل هو قصد أنه يترك أو لا، فإنه ليس له ذنب في زنا، يعني زنا والعياذ بالله ما ليس له ذنب. من القصص على العموم، أنا ما أطيل عليكم اليوم، من القصص أن رجل والعياذ بالله يعني جاءته زوجته، كانت ابنة عمه، فقالت إني أريد أن أخبرك بشيء، فأنا في ظهرك، أنا يعني بنت عمك، ماذا؟ فقالت له يعني أنا إيش؟ يعني حامل من زنا. أين؟ فكان هذا الشاب أو هذا الرجل فيه حكمة، رزقه الله حكمة، طبعا غضب الإنسان يغير وكذا، فقال لها: ما حجامك الآن؟ إلى أن تلدي، يعني تضعي. سبحان الله، لما وضعت يعني ايوه، قال لا لا تخبري احد انك ايش؟ حامل. فظلت يعني 9 اشهر متخفيه الى من وضعت. اول ما وضعت اخذ الطفل هذا ووضعه عند باب المسجد، ودخل يصلي مع الناس، وهو خارج يعني كلم الناس، قال لهم يعني مين هذا؟ ايش هذا؟ في الطفل شوفوا جالس هنا، اللفافه هذه لمن؟ ما ادري ايش كيف. الناس لما خرجوا وتجمعوا عليه، او الامام والمؤذن والناس، ايش نسوي بالمين؟ اعوذ بالله، الناس هذول يرموا عيالهم، ما ادري شو كذا، ماذا نفعل؟ ما ادري شو كذا. فقالوا له خذوا انت ايش، لانه احنا ناخذ هنا من الاحكام ان اللقيط لمن التقطه، لمن وجده. فقال طيب وخلاص، ما هو مشكله. فاخذه والدفن عند امه، وخلاص بعد 2 3 ايام خرجت على الناس وكذا، فكسب انه ما حرم امه من ابنها، وهو لم ينسب له. انتبهوا، بحكم فقهي لا يجوز ان ينسب الابن له، لانه لو ولدته وهو تحت وهي تحته يعني في فراشه، ها، سيكون بابنه بلقبه، فلا يستطيع ان يفضحها هذاك الوقت، لانه لن يستطيع ان ينفي النسب الا بالقذف، فحكم شرعي. فهو الان يعني كسب كم حاجه، يعني ابن عمتي حفظه مع وجهه وقبيلته، وما سوى فتنة وما كبر المواضيع وحلها. فهذا هو اللقيط، هذه أحكام اللقيط. ما حكم أخذ اللقيط؟ فرض كفاية. إيش يعني فرض كفاية؟ يعني قدر الله وجد إنسان طفل يبكي وكذا،
لا يترك أحد يؤذيه ولا سيارة تصدمه أو يموت جوعا أو حرا. طيب ماذا يفعل؟ يعني فرض كفاية، إذا أخذه المسؤول أو وصله أو شيء، لأنه في أوقاتنا الآن فيها مشاكل على حسب البلاد. أنت كيف شفته؟ أنت أكيد صاحبه، يدخلوك في قضايا، وفي كل بلاد لها أنظمة مختلفة. ما حكم أخذ اللقيط فرض كفاية ومجهول النسب؟ والآن مجهول النسب بالذات، لا ما هو معروف لا اسمه ولا صفته، ابن من وكذا. الفقهاء يقول حكمهم حكم اليتيم من فقد والديه. كيف يعني؟ يعني مسألة الكفالة، مسألة الصدقة، يجوز أن تجعل لهم من الصدقة أو من الزكاة، بل هم أشد حاجة، وذلك للعناية والرعاية من معروف النسب. يعني معروف النسب اليتيم، حتى لو أمه ماتت هيجد خالته، هيجد الناس المجتمع يحتويه، لكن هذا مجهول النسب ما حد يحتويه. لعدم معرفة قريب يلجؤون إليه عند الضرر أو عند الضرورة، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. من أحكامه أولا تدفع نفقة اللقيط من ميش؟ من ماله. كيف من ماله؟ غالبا يضع له مال، غالبا يضع له ذهب، يضع له مال، يضع له كذا، أو من مال الملتقط، أو من بيت المال. أنا اختصرت لكم إياه، شوف بسطر ونص، اللي هي في أبواب الفقه مطولة هذه المسألة، من أين يدفع نفقته؟ هل هي من، لأنه كم المال اللي معه؟ 1000 مثلا، سينفد شهر شهرين نفد، طيب من اللي حيتكلف؟ طيب الملتقط ما ذنبه؟ مش طيب بيت المال لو ما رضيت أو ما في هذه. طيب يرجع للمهم للصدقة، الله يعينه، يرجع يبحث، إذا ما هو مقتدر ياخذ من اموال ايش؟ الامام، يتكلم مع الامام ولا مع الناس ولا ما يدفعه، من باب التجميع. طيب اذا وجد اللقيط في بلد اسلامي فيحكم بانه مسلم حر، هذه كقاعده فقهيه. طيب فلو مات يغسل ويصلى عليه. احنا لو اخذنا من الجانب الفقهي اللي هو ايش قصدك يا اخي بحر مسلم، او انتم ايها الفقهاء ماذا تقصدون بانه حر مسلم؟ أنه إن مات يصلى عليه، لكن من أبواب أخرى أنه لا يسلم لغير المسلمين. يعني لو ادعى أحد الآن، جاء واحد بيكفله من غير المسلمين، يجوز له أن يكفله، لكن بإيش؟ بشرط أن يظل مسلم وحر، ستعلمه الإسلام. ولا الأولى أنه ما يسلم لغير المسلمين حتى وإن كان شكله يختلف عن أهل البلد، ولو مثل البلد مثلا دول ولو، أوروبية لأن مثلا. حرمة المكان، حرمة يعني قيمة المكان، البلد الذي انت فيه، ولو لونه مختلف، ايش المشكله؟ اللي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له انا يعني ناسي انا، لكن معنى القصه ان ولدي ما يشبهني ولا يشبه امي ولا يشبه جماعتي ولا يشبه جماعتي، فانا متاكد انه جاي من ايش؟ من زينه والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: عندك ابل؟ قال له: نعم. شوف الرسول كيف يعلم، قال له: الابل هذه الا يوجد منها احمر؟ كذا يجي كذا واحد احمر. فقال له: الا يا رسول الله. قال له: ليش؟ قال له: يمكن من سابع جد، يعني من معنى الكلام. قال له: نزعة عرق، يعني شبه نزعة، كانه نزعة عرق. قال له: هذا هو نفس الشيء. فما تتهم لا احد، الزوجه لا تتهم زوجها ولا اهلها ولا اهله. طيب اذا وجد اللقيط، بس هذا اخر شيء لا تخافون، اذا وجد اللقيط وجهل نسبه، شوفوا الحكم كيف جهل نسبه، ما عرفنا، لا عنده ورقة، لا عنده بطاقة، لا عنده شهادة ميلاد، ما عنده شيء، لقيط هكذا في الشارع. إذا وجد اللقيط وجهل نسبه لا ينسب لأحد. ما تأتي قبيلة فتقول إيش؟ يعني ننسبه إلينا، أو بيت، بيت علي، بيت محمد، بيت صالح، بيت يوسف، بيت العلي، بيت محمد، ما ينسب. إلا إن ادعى مسلم نسبه، شوف يا شيخ القواعد كيف هذه حلوة، إلا بس لو جاء مسلم وادعى، قال هذا يعني مننا، بس كذا، لو قال هذا مننا بادعائه هذا يجوز نسبته. وهذه قد تكون أيضا من حكم من أعطاه الله يعني علم. مثال في قبيلة، إذا لن يخرج من القبيلة، يعني هذا المولود هو مننا، من بناتنا ومن أولادنا، فبدل ما يضيع ويربى بيننا بدون نسب، خلاص أنا أدعي أنه إيش؟ من قرابتنا. هذا فيه شبه. ما سبب الدعوة؟ ما أتهم نفسي أقول أنا والعياذ بالله زنيت، لا، وإنما قد أقول مثلا الشبه،
هذا مننا، من بيتنا، ما خرج مننا، مننا. طيب ولو كذبا، لا هو ادعاء، وانا ماني متاكد، انا ادعي ادعاء. ويثبت النسب بالاقرار. ايش الاقرار؟ الاثبات. الانسان لما يثبت يقول هذا من نسلنا، خلاص ما يحتاج اكد وكذا، هو من باب ليش يعني انا متاكد هذه المعلومه، مش كمعلومه يعني. الفقيه الان القاضي لما يقضي ويثبت النسب، إذا ما هو فاهم، إذا مو فاهم بالله كيف يعني أي حيقول لك لا، وكيف لا لا اثبت لي إنه هذا من أمه، لا لا جيب لي أمه. والصحيح لا، المفروض القاضي إذا وجد لقيط وجاء شخص وادعاه من باب حفظ الله، عشان ما يعني كيف سيربى بين الناس بدون اسم بدون شهادة ميلاد، فخلاص المفروض تصدر له. طيب إلا أن يدعى أكثر من مسلم. طيب هنا جاب لك إشكالية، لو جاء هذا وهو يدعي، جاء واحد ثاني قال لا من بيتنا نحن، مو من بيت صاد، من بيت ياء، أكثر من مسلم، مسلمين أو أكثر، ماذا تحكم؟ فالحكم هنا لمن عنده إيش؟ بينة، جيب شهود. تصور بقى شاطر ما شاء الله، عنده حلقة يقدر يجيب شهود، تعال يا شيخ أسامة اشهد لي. طيب أنا كيف أشهد لك؟ أنا شيء ما شفته. يا شيخ أنت ما تعرف أهلنا كلهم مثلا خشمهم طويل، هذا الولد تعال شوف خشمه طويل، اشهد لنا، اشهد لنا انه اهلي او جماعتنا خشمهم طويل، بس هذا اللي يبغى منك. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، فاهمين؟ وكله ايش السبب؟ طيب فالحكم لمن عنده بينه كالشهاده او العلامه في الجسد، او العلامه في الجسد، مثل الان واحد يقول لك والله شعرنا ناعم، في ناس يقول لك لا شعرنا مثلا يجي ايش؟ ايش وهكذا، او علامه في جسد اللقيط، أو يرجع لاختبار الدم والجينات الوراثية في وقتنا الحاضر. يعني الآن إذا ادعته عندنا قاعدة هنا مشكلة، إذا ادعته المتزوجة، الآن المرأة المتزوجة قالت هذا ولدي، أنا ولدي ضاع وهذا ولدي، وأنكره الزوج قال لا 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 هذا مو ولدي، أنا ولدي مثلا ولد لـ4 أشهر، هذا عمره شهرين. الميم قضاء، واحد مثبت واحد منكر، ماذا نفعل؟ لم يلحق نسبه بالزوج. لماذا؟ لأن النسب من حق من؟ الرجل. وكونه منكر إيه؟ ما نجعله إقرار، حتى وإن أقرت، حتى وإن أقرت هي كيف ما ينسب لها، لكن يعني إيش؟ ما ينسب للأم. هي القاضي يبحث يشوف إيش الطريقة، إلا إذا جاء يعني من يثبت نسبه. طبعا احنا شوفوا ما دخلنا في مسألة الطلاق والزواج، ما هو الآن احنا نتكلم عن اللقيط، هذا ينسب ولا ما ينسب؟ ما دام الزوج الذكر منكر لا ينسب له. لماذا ينسب؟ هذا حله بعدين على حسب القاضي. إلا المرأة مصممة أن نتبعها، لا على من التقطه، ما احنا أخذنا يا سلام عليك نفقة اللقيط، الأصل على من يعني على في ماله. طيب ما عنده مال، على الملتقط، ما عنده لبيت المال، في وقتنا الحاضر قد تكون في بلاد ما فيها بيت مال، ماذا أفعل؟ فهنا تأتي فكرة التعاون، أنك تكلم الإمام ويلتزموا، التزموا بنفقته 200 300 في الشهر إلى أن يكتب الله له إيش يكبر وهكذا. رابعا، أحق الناس بولايته ورعايته مين؟ ملتقطه، هذا هو أحق الناس به ملتقطه، إلا أن تدعو المصلحة لنقل الولاية لغيره. تصور أن هذا اللي التقطه شاب ما هو متزوج أصلا، وهذا يحتاج أم، يحتاج من يرضعه، وهذا الشاب لا هو متزوج ولا يعرف ولا عنده أخوات ولا أحد، فنقول لا من باب المصلحة معلش حناخذه منك، حناخذه منك نشوف بيت يعني عندهم إيش أطفال في سنه يعني يلعب معهم ويأكل، بحيث أنه ما نكلف على والديه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، هذا ما تيسر يداد، واللقاء القادم إن شاء الله سيكون في باب السبق. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وفي أمان الله.